ما جابش الله كيسه. جينا معاكم بزاف مرة هو مرة حنايا زعما جا الله تيسير. أنا قال لي زيدتي دا الشيفور، إلا كنتي شيفور قلبة. مرحبا بكم. مرحبا يا جينا، السلام عليكم. كلفين على راسك. شكرا. ربي يخليك. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، وكنتمنى لكم كاملين تكونوا على خير وعلى خير كما شفتوا في بداية الفيديو عندنا. وحنا نكملوا البداية. حنا كنا عند عزود عند باش ما نخافوش المفاجاه، نخليوكم المحل المطاحيجه، وكنتمنى ان شاء الله تزوروا هاد الناس هادو ان شاء الله. واحد المحل غزال، المهم ما نعرفش بحال ينسى وما اللي عاكل لكم الشهيوات مع المناسبه هاد الشهر. شنو كتعرفتينا؟ ما عرفناكش. السلام عليكم، كنتمنى لكم كل شيء بخير ان شاء الله يا ربي. المهم سليمه هنايا صراحه الصداع كتبعني اليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد هنا في تطوان في الرمانه بالضبط. غادي نخليكم غادي تدخلوا معنا كما كتشوفوا في ساكن كلفين على راسهم، وتلاقاونا بالحليب والسكر الله يكبر فيهم. غادي تدخلوا معنا وتكتشفوا معنا هذه القهوه اللي كاينه هنايا غزاله صراحه الله. وخليكم معنا انتم الخوت كما كتشوفوا معنا اجواء رمضان بمعنى الكلمه صراحه. زيدوا هذا الشيء عندهم في المستوى لم يأخذ شو لي ما قادراش على الشهاوي، ها كلشي موجود. لي ما قادراش ما عندهاش الوقت ولا خدامه ما قادراش تبارك الصراحه. عندهم الربقه هاسلو هاسلو، لي ما قادراش يتعملوا ولا ما تبالاش الوقت. بريوا الحنشه كلشي تبارك الله. هذا الراجل ما عقلش ما عقلاش بكيه لا تفوق. ها تبارك الله حلويات في المستوى. عشات عندهم هذه السيته هنايا بريوه الكركم لاوس سلو بالاشكال. هذه الكنافه هذه كنافه كنافه ذوق راجلي العزيز ذوق. هذو هنايا عاود حتى هما عاود معسلات غريب شات. خليكم معنا ان شاء الله غادي تكتشفوا كل شيء بالنسبه للي طاخ كلشي عندهم هنايا. ديك النهار دينا عندهم مالا حنا اللي كنا ماشيين عند وصل ياك كريمه كيحمق، ماشي حيت غنشكروا لكم ولا شي حاجه، عرفت واحد المالح كيحمق عندهم كيحمق كيحمق شي حاجه في المستوى والماضه ما نقولكمش والله العظيم. يلا عمل واحد الدويره هذا في المالح هذا المطعم هذا لا مهم العائله الموضع اللي جبنا لكم كيحمق كيحمق بالنسبه للعائلات بالنسبه ليكم. المهم الموضع شكون ما جا لي جو كيحمق عيد ميلاد شفنا ما بغيتو كاين هنا ملح تبارك الله تبارك الله جيد الناس عرفت الدنيا عامره تبارك الله. اليوم يا اختي كنقصد نجيو في الصباح بكري باش نقدروا نصوروا الدنيا تبارك الله. شحال شحال من سنة هنايا واخا نقولوا صلاة وسلام واخا نقولوا صلاة وسلام صلاة وسلام على رسول الله إلى الزينة سيدنا محمد الله معزل علي زغرة برافو إياد برافو إياد قهوة في المستوى صراحة. جبرنا هنايا العائلات جالسين الكوب ما شاء الله ربي يخليهم بعطياتهم، يعني قهوة في المستوى بمعنى الكلمة صراحة الله، يعني قهوة مزيونة فيها الاسباس فيها حتى المتتبعين ديالنا كنوجهوا لهم واحد التحية من هنايا، يعني فيها سفلي وفوقي مزيونة، يعني قهوة عندك الاسباس كبير اللي عنده شي مناسبات كتعملوا هنايا عيد ميلاد كلشي بالنسبة اللي عنده شي عيد ميلاد ولا شي حاجة زعما صراحة أهم حاجة حتى المذاق صراحة أنا اللي عجبني بزاف هو المذاق. سبقنا شي نفسي عليهم باقي ما كلينا والو لا 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 كاسكم أنا كيعجبني ليش كاملين ما كليناش ياكل شوف المذاق. لا لا الصراحة لا
قالوا عليه والله الا كان مزيون ولا جيب ساره انه والله هما بيجوا عجبوا ديك المالح قالوا لي كريمه مزيون هذا جبتو المالح هذا مزيون يعني المذاق المالح واعر شي حاجه اخرى بلاتي تنشاركوا معكم تشوفوا شنو تشوفوا شنو كون انا دار دار يا الدولة دي ماكش عندك حاجة زيد لا شكون هنا ها شكون يا ويا زيد عند من جيت عند من جيت بس عندكم قولي مرحبا بك قولي مرحبا بك ومرحبا بالمتتبعين تينا ذهب ولا كاريون ذهب قهوة نعملوا الإشارة القهوة الذهب حق هذه قهوة مش الذهب هذه كوان فيستا مرحبا بكم كوان فيستا هذه ذهب شنو غتقول لهم ديروا لهم لايك تو خليني من لايك دابا قول لهم مرحبا بكم هذه هي الاوليه مرحبا بكم شكون انا قولها لليه باش يسمعوها شكون انا اسمع اسمع سمعوا سمعوا محمد ياويا محمد ياويا شنو كنقول اخو زيد مح 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 ايما اتحشموا بينا يقولوا اتحشموا بينا ها ازيد والو واخا بغيت نهضركم زعما والو انا واش جيت نخطبك ولا انا جيت عندكم عندكم انا مرحبا بيا ها قول مرحبا بكم كامل العائله واللي جاوا عندنا بابيكم كامل العائله ديالنا كما كتشوفوا احنا هنا مع العائله ديالنا ما كنحسوا حتى شي واحد برا هاد المتتبعين وفين زارونا عند المحل لقيناهم وعاود رحبوا بينا في المحل ديالهم كنقول لهم الله يجبكم التيسير الله يسهل عليكم كبروا بينا الله يكبر بكم ما كرهتش نقولها بالريفيه ولكن ما كنعرفش الريفيه الله يعافيك زين كلنا كنا نخدموا الريفيه انت والله كامل ريفيه والو والله العظيم دابا حنايا المبهدله كنحشموا نقولوا رواقه انا على يما وبابا واش ديش من قال لك انا الحق ريفي وما كتهضرش ريفي ما عندها حتى شي انا ريفي مغربي مسلم ها ولا واحد صافي بابا اخويا تحيه واحد على خاطر المغاربه ديالنا كاملين فيما كانوا داخل وخارج ارض الوطن صافي كاملين مغاربه بحال ريفي بحال جبلي بحال طاخي برافو بحال حيتاش حنايا في الدار ما كيهضروش كانوا بالريفيه وهذا حتى هما في الدار ديالهم لا حنا شحال هذه كنا في الدار كنضربوا الفرنسي دابا عاد بدينا كنهضروا العربيه عاد علمونا العربيه علمنا العربيه لا انا دابا شويه العربيه باقي كنهضروا بايت الله عليك كيحشم بيا كيبغي القهوة تقول لك ما كيشربهاش في الدار ما عندك ما كتعملوش القهوة في الدار ما نعرف كيخيب عندك تعمل لها بحال شنو يعمل لها شنو يعمل لها شوف احسن احسن شربة في العالم ديال القهوة شوف لا لا تي محمد دابا شنو كتعرفوا ديك القضية ضرب حديد سخون ياه ضرب حديد سخون وكيضرب قهوة سخونة لا دابا عرفتي دابا هذيك كيجيبوا غير الذوق ديك الساعة جيبوا له غراف كبير هذه هي الأولية أخوتي وهذه الثانية أنا هذيك الدقة كتضرب لي نهار في الحانوت الله يخلف إذا كيشربوا الناس القهوة أخا يزيد زيد عمرو هذا زيد الله يخلف الله يشعل البركة صافي نوضوا يلا بحالنا كل شي أربعة بحال هذا شنو عندك مضروب على القهوة جمعكم هادشي هادشي انا اللي فاطمه الزهراء شنو انا ضحكني محمد ديالنا ملي كيبقى يقول لك كتبهدل بينا خايف كتقول عمرك ما شفتي الماكله الله يهديك اختي بالعكس انا راجلي هو اللي شبع ما كيطلبش شوف انا راجلي ما كيطلبش كيطلبوا القهوه صافي كيطلبوا القهوه بلا تمشي للدار والله تنشوي كتشرب راه القهوه كحله في المشارع يا عطاها الانسان د العجل عاد طلع يا عمره مزيان عمره كيف جابكم هادشي باقي ما دقناش يا محمد تندوقوا بزاف ساعات والله يا اختي باقا ما دقتيش ما هناش واخا دقت ما دقتش فاطمه الصوره لاسكم والله الا دقت واحد الطرف هذا هو
صراحة عجبتني ماسا كفتة مطلوبة العادي مزيلة ما شاء الله العجينة غزالة بحال الدار. شوف اللي عجبتني في المصا هي بحال الدار يعني ماشي ديك المصا اللي كتباع فهمتي بحال اللي كتباع في ميركادوس لا هذه المصا صراحة مزيونة دقتي يا اخي نودي صحتك صراحة اخوتي الماكلة في مستوى و شيء واعر واعر زورهم عجبكم بحال وان فيستا المهم اخوتي كما كتشوفوا وختامها حلولو حلولو كي جاتك اخي محمد كي المعناك الله يعطيهم الصحه بزاف قول امين الله يجوجك الله يطولك في العمر الوالده الدعوه ديالك ما توصلش حتى انا نسقو توضيتي بعدها قل قل حق دري في المساكن ديك جدرمي ساعة ما لطيت وتخيل عيق ذاك عملة بالعاني عليه انا عرفت بالعاني عملة هذاك وقف من جدرمي قبل ما نوصلوا هو كيقول عيوقفني هو عامل معاكم عارف باش ما يوصلناش يقول لي احنا عرفت ما طريق نكافصه شويه كيتعز على الطونوبيل لا هو كيف شد الباب قال زيد زيد يا الشيفو تما ليلى تما ليلى والو انت النية ديالك خايب لا والو النية ديالو خايب والله العظيم علاش النية ديالي خايب هو انا راكب معاه وموسوس مني لا ما نعرف انا عارف كان في نمشي معاك ولا عارف راسي خاسر خاسر لا هذا خرجوا دريك دابا خصنا نمشيو كنا داك الصوماص خصنا نمشيو كنا محمد ما دريك والو مليح والله خلوا انا غنغني وربع دابا بعدا في الطريق لا باش جيتي لحد ما جيتي شي فيهم السرت كنت جلستي وما انت ولا كتسالت لا باش جيتي ايام العطله عاود فبقينا تما الله يستر وصافي قلتي لهم الدوله ديالك اللي تلقوا لك الله الدوله ديالك لا تلقوا لك والله ما طلقتي لهم زوره قلت لك طلعتي في المضاربه الشاون قلت طالع تما انا في الشاون انا في الدردره تقول والعز قدامي تقول ولدت لي المراه كنزل عليها في حاجه مدنيه طلع عابر ما عمري طلعت في الشاون ومن الدردره قلت طالع عابر كنت كنعمل توستو خصني غير نمشي والله لا كحشومه وصات وانا بالكابوت انا عاش قدامي ليلة هو كيقول ضريفين ولا الزهراء ضريفين بيت بيت كيحلم بها الحبيبه ديالي ما غطيتهاش محمد كيف عملتي النهار اللي جبرتي الساروت انا ما كرهتش المدرع تروت الدردارة اول مره غتفكر في المبلغ ما قلت اول يا شي ما جابش الله كيس جينا معاكم بزاف مرة هو مرة حنا زعما جا الله تيسير الحمد لله انا غير وقت ما ودابا هو كيدخل يخرج من الهضره واش فايو فيا ولا في سيدي تلاقى تما لا بجوج تما حدات لي زائد الناقص لقيتو عرفت شنو ندعيو فاش يدعوا بلا ما ندعيو فيها ضريب والضريب ضريب كنا ضريب ورد الحرام شو كان خاص على خاها وضروري دابا هو عاد كيهضر هو النهار اللي كان قدامه ويرجع صفار مشلل كان خصو لي حايد للقلعة باش شاف باش شاف وانا معايا نسا بقى كيمسح عارف النسا ديك الكوا كنجرجرين الله يرحمه كشاف ماشي عندنا المناسبة الله وقف
حكنا ونشطنا ودوزنا الله يلا مع العائله والاحباب. مرحبا الوالدين والله يجيبكم فيها التيسير ويا الحبيب. شكرا نياويا وصلنا لهنايا وطلعنا عاود لاباس ما وقعت حتى شي حاجه. لا قريتي الدعاء حتىش ما عملش يكون كل يوم بروبليم. صليت زيد الركعات ودعيت لربي باش ما يوقع ولا على السميه فيا اليوم طلعه من نصارى. طلع من الملاقه مع نصارى ولا مع هذا المسلم هذا سيتوك على الجدرنيه. لا من نصارى ما عملش يكون يوم بروبليم اليوم. الله يرحمه كيف هذا تزهر باش تبعي شي مشكل شي بعد اختيارهم يرجع لك بلا خلاص دابا عيط لي عطيك طلبنا ديال الساعه يلا كريمه شكرا على العائله هذه وهاد الناس هادو موالين هاد القهوه هادي لينا هي كوان فيستا. كما قلت لكم دخلت تيكوان معرب معنا مرحبا بكم عندهم وشكرا لهم ونعم الناس الله يجازيهم بخير لا هما للازواج ديالهم والعائله ديالهم كامله كنشكرهم صغيرين المهم باش تعرفوا هاد الناس راه متتبعين ديالنا وفيين وطلبوها مننا وجينا لعندهم كبروا بينا الله يكبر بهم حتى هما الله يكبر بهم الله يرحم والديك شكرا بزاف الله يكبر بك الله يرحمكم الوالدين. المهم ما تنساوش الناس اللي عزازين عليهم كريمه ومحسن وفاطمه ومحمد يجيو يزوروا هاد الناس هادو ويشوفوا شنو عندهم هنايا ويقولوا عاوتاني العائله ديالهم راه هو نعم الناس السيرفيس مزيون عندهم حاجه في المستوى. بصحتكم ها هاد رمضان عاوتاني عندهم مسائل رمضان الشهيوات غتكونوا ماشي حاجه نتوما بغيتي تسالي انا نكمل. المهم ان شاء الله كاين راح واحد المفاجاه مور رمضان ان شاء الله نتلاقاو حتى نتوما معنا اللي كتفرجوا تلاقاو معنا هنا ان شاء الله نعملوا شي حفله كبيره هنايا دوزو مزيونة ونضحكو ونشطو إن شاء الله. والفان ديالنا كاملين غادي نعملكم النهار ورا رمضان إن شاء الله يا ربي ونعملو شي جمعانا يعاود إن شاء الله يا ربي. شكرا لك. شكرا لك. قلتو كلشي شنو باقي عم نقول؟ اسمع الطبله. النهار الجديد صراحه تقربوا بنفسك الله يكبر عليهم. سبحان الله الناس بجد الكرم يعني معروف ظريف الله العظيم حقنا وشغل معاهم وزنا شي مزيانة فنقولوا لهم الله يسر لهم الامور في المحل ديالهم الله يسهل عليهم واللي عنده شي حاجه الله يسر له الامور ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف وموعدنا مور العيد الصغير ان شاء الله يتجمعونا ونعملوا شي حفله. حق ما تستناوناش حنا تاع مور العيد الصغير اجيو نتوما دابا. تلقوناش حنا كنعملوا الريجيم ملي كنلقاو عيد والو والله راه عاد بسم الله الله يعطيك الخير الله يحفظك ونجمعوا معاكم ان شاء الله. شكرا بزاف الله يحلي ايامكم وحياتكم كامله ان شاء الله يا رب. سهل عليهم والله يجيب لهم الف تسالي ان شاء الله يا ربي. وصافي دابا خرجنا عندنا هذه القهوه عندهم هنايا وهذا السمك هنا بلاصه السمك جميع انواع الماكولات اللي تشهيتي على خاطر جات لك على بالك يعقلوها هنا كتشوفها قدامك هنا كتعدل كل شيء الكوزينه قدامك حتى الفراق اش عندهم ابو حسين؟ الفراق اش عندكم اخي الفراق؟ ما عندهم شي فراق ما عندهمش الكرشة بالحمص يا وليد غمس ها. ويوا اخوان عاود هذه الشوية ديالهم عاود هنا من الزهرة عندهم ديك شي فريش طري يا سلام عمر الريحة كتشم ديك شي سقسي واش عنده الفراقش؟ عنده الفراقش
اخي حلو مش عندك فراقش عندك زياده تبعه عندك الفراقش تبعني هاي مقدره هنا احنا عندهم هناك الشوه هذاك الشيء اللي بغى ياكل هنايا وهذه الشوه شنو عارف حيمه هذا الشغل طيبات يا سلام Thank you.